موجود كاين عيطتي جاوبتك صافي قلتي لي جي جيت دونك ما غابرش انا على حساب اش من الغبور كدوي عليه واش فنيا ربما هي شويه ديال الراحه انا ديما كنقولها جواز ماشي من النوع اللي كيدق البيبان دونك الا كان شي واحد كيعجبو البرودوي ديال الجواز كيعيط ليه كيلقى اللي ما كيعجبوش ولا عنده شي طريقه في العمل ما كتعجبنيش كنبعد منه شي اللي كاين اما هو حي فنيا حي الحمد لله لو سيكتور بريفي هو باش خدامين هو باش عايشين هو الكابا ديال نادي واحد ما نقدرش نجاوب كان علاش انا في خلية الكتابه انا كنكتب ما انا كنتصل ب يعني بشي واحد ولا غنقول لك انا اللي غنتصل بالضحيه ولا غادي ولا غنتصل حتى اللي غيوقع الضحيه انا بعيد كل البعد حنا كنا واحد الثلاثه ديال الناس اللي كنكتبوا في كاميرا كاشي صافي يعني المهمه ديالي كتوقف في الكتابه وحبس اللهم ان التواجد ديالي اللي لقاني معاهم في مدينه اكادير ملي كانوا كيصوروا في شي حلقه تما دونك تقترح عليا انني انا اللي يعني انا اللي نوقع الضحيه دونك في جميع الحالات ما نقدرش نجاوبك وما نقدرش نعرف ولكن من خلال يعني الطريقه ديال التصوير وداك الشيء كيبان لي ما كنظنش كيبان لي ما كنظنش وكيبان لي حتى الفنان المغربي واعي بهذ القضيه هذه وما يقدرش يطيح في هذا الخطا انه يجي ويمثل كاميرا كاشي ولكن حنا كنعرفوا حنا دابا تنقد ولا عندنا شويه غير بناء يعني فيق تفرج في حلقه وكتب اتاكي ما بقيناش كنسمعوا شي تدخل ايجابي في حق واحد المنتوج فني ولينا قليل فين كنسمعوا هذا هو الاشكال والصدفة خير من ألف ميعاد كيف ما كيقولوا ما كانت شي حاجة كنت بحالك مريح في بيرو خدام كيطلع السبوت ديال الكاستينغ ديال الكوميديا لقيت راسي بأنني شفت فيها شي ديزيكستري في 2008 غير صدفة في التلفازة وانا نفهم بان هذيك راها مسابقه لانني من شفت في 2008 ما عرفتهاش مسابقه كنسحبوا برنامج لانه كان كيتزامن واحد الوقت مع الخدمه كنت كنخرج معطل من الخدمه اللهم شي لقطات كنت كنشوفهم صافي وقررت انني نمشي ندوز الكاستينغ مشينا دوزنا الكاستينغ وجاب الله التيسير وحنا باقيين حاصلين في الدومين هي تجربه زوينه باقي واخا باقي ما خديتش منها حتى 10% يعني انا حطيت رجلي في هذا الميدان هذا قلت الله ربي كيبغيني اولا ما تبقاش ديك الخدمه ديال المجهود بدني غيولي مجهود فكري وتفتح لي واحد الباب انني نقول داك الشيء اللي بغيت الشوز اللي باقي ما تمكنتش منها باقي كيسلخني المونتاج كيشدني كيكرفصني يعني كنقدر ندير سكتش فيه 8 ديال الدقائق وكدوز منه دقيقه و 46 ثانيه شوز اللي ما كتدخلش للدماغ سيرتو ملي كتشوف بانه كاين الناس اللي مسموح لهم معك في نفس دي كونكيرون يعني مسموح لهم انهم يقولوا شي حوايج اللي ما مسموحش لك انت تقولها شنو هو المعيار شنو هو المقياس الله اعلم التليفيلم هو ان جات كان ربطوا بيا الاتصال على اساس غنلعب دور ثاني في التليفيلم وقبلت لان ملي قريت السيناريو عجبني ومني صورنا زاد عجبني اكثر لي علاش لان لقيت ما كاينش دور اول ودور ثاني ودور ثالث لقيت كل شيء عندنا الادوار متشابهه بنفس المستوى والدور الرئيسي او للبطوله كانت عند واحد الطوموبيل اللي هي الدوبل في هي اللي داير عليها السيناريو كله يعني واحد الطوموبيل اللي غيشريها واحد السيد في واحد الحي شعبي وكنعرفوا حنا ملي كندخل شي حاجه جديده لواحد الحي شعبي اشنو كيوقع دونك هنا فين وقع واحد التدخلات وبزاف ديال الحوايج ودائما في قالب فكاهي اون دو جامي كريتيكي ان كونكورون انا من هذا الموقع ديالي وهو موقع ديالو هو فكاهي وانا فكاهي ما نقدرش نعطي رايي فيه شباب ما مات هو الشباب اللي دازوا في كوميديا في يعني في السنوات الاخيره ديال الكوميديا او لا اللي دازوا في ستاند اب او لا اللي كيدوزوا في مواقع التواصل الاجتماعي شوف انا كنقول بعدا على الاقل كاين واحد التطور في الفكاهه وانا ديما كنامن واحد القضيه هو ان الفكاهه اللي ما كتواكبش اللغه وتطور اللغه في كل مجتمع ما كتقدرش توصل دابا كاين الخطاب الفكاهي اللي كاين كيعاصر هذا الوقت
كنعرفوا حنا بان القاعده الجماعيه في المغرب هي قاعده شبابيه، يعني الشباب هما الاغلبيه، والفكاهي اللي كاينين دابا الشباب، يعني كنتواصلوا او لا كيتواصل الفكاهي مع المتلقي باللغه انيه ديال دابا. لهذا كاين شويه ديال التطور، مع انه بين قوسين كاين طعن من بعد، ربما من بعد الرواد الفكاهيين، ربما من بعد واحد الفئه في المجتمع اللي عندها واحد المستوى ثقافي كيقول لهم بان هذه راه لغه رديئه، ولكن ما نقدروش نهربوا منها، ما نقدروش. هذه هي اللغه اللي كاينه دابا في الشارع، لان كاينه لا لونغ فاميليال، كاينه لا لونغ ستوندار، دونك هاد الناس كيهضروا بلا لونغ ستوندار. قول ليه اللي قال العصيدة باردة يدير يدو فيها، يجرب يرد عليا الخبر، وكوني على يقين والله تيندم. شوف ملي كتوصل للتضارب الافكار والثقافات والاديان، هنا راه مشكل كبير، هنا راه دخلتي الحرب. انا نعطيك مثال بسيط، انا 17 سنه باش مزوج دابا، وهاد القضيه اللي غنقول لك، هاد الفكره هذه كاع اللي مزوجين وقعوا فيها. شتي ملي كتجي راجل ومراه وكيجمعهم داك عقد زواج وبيت واحد تحت سقف واحد، كيبدا في الاول واحد الصراع. هذاك الصراع ماشي هما اللي خالقينه، هو كيجي بوحدو تلقائيا. علاش؟ لان هي جابت ثقافه من دارهم، هو جايب ثقافه من دارهم، وتلاقاو، يعني واحد فيهم اللي خصو يسوق السفينه، سينو غادي يقلبوها. مع المده كيولي كيفهمو وكيفهمها. دونك ملي تاخذ انت سويديه واقول لها غنجيب حولي وغندبحو قدامك وغتشوف الدم، ديجا هذه واحد. كاينين شي حوايج وحنا ما عندناش ديك الثقافه الدينيه اللي كل سؤال غطرحو عليك غادي تجاوبها. هذا اشكال. دونك تولي تبان حتى في واحد الصوره اللي هي خايبه، لان ما عرفتيش توصل الدين ديالك. هذه من ناحيه. وليداتك كيف ما بغينا ناخذها سويديه، نهار ما تفهمش معاها غترجع بوحدك. ديك لافاليز اللي مشيتي بها هي اللي غترجع بها، هذوك الوليدات ما غتجيبهمش معاك. دونك انا كونتر، اللهم الا كانت واحد بنت الناس لانها يعني واجده مهيئه راسها باش انها غتبعك في الدين ديالك، وغتبعك في الثقافه ديالك وفي التقاليد ديالك، وبشويه بشويه ما نمشيوش بعيد. كاينين يعني كاينين ازواج اللي ناجحين، زواج مختلط اللي ناجحين، ولكن هنا راه كنعرف بان هذاك المغربي راه برافو عليه، راه عرف يوصل الفكره. ما نمشيش بعيد، نسيبي انا مزوج بقاوريه، تحيه لها سونيا، فرنسيه اللي سلمات. كوني على يقين ملي كنكونوا غاديين في الطريق بجوج وكتشوف شي حاجه ما عجبهاش كتقول استغفر الله العظيم، وهي كتنوض الفجر وانا نسيبي جابدين عليه باش نفهموا. دونك ولكن هادو كيبقاو دي زيكسيبسيون.